في اشاعه طلعت ان انت متجوزه محمد رمضان. اه هاي محمد ازيك؟ حبيبتي يا حلا، عامل ايه؟ قادر اتخيلك وانت مذيع. وانا مذيع ولا انا اتخيلك مذيع برضه؟ استاذه حلا شاذلي. ايوه ايه ده؟ منى شاذلي. طب ايه اكتر فيلم مصري حبيته وفيلم عالمي؟ اكتر فيلم مصري حبيته فيلم اسمه بدايه ونهايه للاستاذ صلاح ابو سيف، واكتر فيلم عالمي جاد فازر. جاد فازر طبعا، انا كمان بحبه. لو ما كنتيش ممثله او كان ممكن تعملي ايه في حياتك؟ كان ممكن اعمل، كنت احب ابقى دانسر، مش بحب الرقص جدا، بس مودرن دانسينج بالي. طب يعني لو كنت بره بره نطاق الفن او مغنيه، عشان بحب، كنت بحب تمام كل ده تحت مظله الانترتينمنت والفن بالظبط. لو كان بقى حاجه بره الفن تماما، حاجه بره الفن تماما، كنت احب ابقى دكتوره نيرس، يعني طبيب، اللي هي مساعده الطبيب، عشان شخصيتي بحب قوي اساعد الناس العيانين، يعني ممكن اقعد ادي اهتم بيهم واخد بالي منهم. كان في الحته انا في الحياه بعمل كده. اه فعلا بحب الموضوع في التصوير على طول الايام بالكمالات. لا مش بعمل كده، حرام عليك. هو بس لذيذ، بيحب يعني بي بي اه بيحلي كده الحاجات. طيب مين مثلك الاعلى؟ يعني والدي حبه قوي، وهو مثل الاعلى في كل حاجه. شيء عظيم جدا. اه بحب الفن جدا كمان. لما المثل الاعلى كمان يبقى عايش معاكي في البيت، فبتعرفي. ايوه عارفه، تاخد منه خطوات بالظبط وطريقه تفكيره، يبقى شيء عظيم. صح. اسالك سؤال كده فجاه، ايه اكتر لون بتحبه؟ اكتر لون بيأثر فيك، يعني بيأثر فيا او بيعبر عنك اللي انت حاسه؟ الابيض. ابيض. الابيض لون جميل نقي، لون الشرطه، لون الشرطه. ايوه. الاخضر حلو عليك كمان. الاخضر طبعا، انا من الالوان اللي بحبها الاخضر. انا كمان انا بحب الالوان الواضحه، يعني الاسود الابيض، الالوان اللي بحس انهم لونين على بعض، على بعض بحبهم. طب محمد، ايه اكتر حاجه ممكن تخليك تضحك من قلبك؟ اي حاجه وعكسها، يعني مثلا لما اشوف شخص مثلا فاشل بينصح حد. ايوه، وهو ما بيعملش الحاجه دي، هو فاشل وبينصح بحاجه، بينصح مثلا، او اي شيء وعكسه، او اشوف حد مثلا يعني مثلا حد في الناس اللي ممكن حد في الشارع لابس بسيط جدا وتنك جدا. ايوه، وده موجود فعلا، وشخص لابس شيك جدا ووهبل جدا. ايوه صح، عميق قوي، ولكن كده يعني قصدك الحاجه والنقيض بتاعك. اي شيء وعكسه اشوفه مع بعض. بس زي ما انت عندك برضو اي كيو عالي، انا كنت لسه بقول كده، هو يعني عندك سرعه بديهه انك على طول بتلقط حاجات ممكن ناس كتير ما تركزش فيها اصلا، التفاصيل دي. والله انا الديتيلز، يعني بشوف ان دي من اساسيات شغلنا انا وانت. التمثيل يعني هو الممثل هو ما يرى ما لا يراه الاخرون. ايه اكتر حاجه ممكن تخافي منها في الحياه؟ مش بخاف من الـ من الـ من المستقبل، بس دايما عندي خوف من المجهول عامه. انا دي حاجه يعني مثلا حاجه مش عارفاها قوي شوي احيانا، يعني مش في كل الحاجات، بس ساعات في حاجات ممكن قبل ما اعملها ابتدي اقلق، لازم يعني لازم اكون عارفه كويس قوي انا هعمل ايه عشان اتحرك براحتي. انت يعني مغامره في حياتك؟ مغامره، مغامره جدا. ما بخافش ان انا اغامر، يعني ما بخافش اجرب، بخافش اخش بشمر وبنط على طول. طب في اشاعه طلعت ان انت متجوزه محمد رمضان. دي اشاعه بس يعني فعلا؟ انا قعدت اضحك الحقيقه لما سمعت الاشاعه دي. والله العظيم والله العظيم هو قاعد جنبي، هو مفيش اي حاجه خالص. لا والله انا لما سمعت اصلا الموضوع ده اول حاجه عملتها انها ضحكت. وانا جدا ضحكت، لان يعني مفيش حاجه، واحنا اصلا اصدقاء جدا واشتغلنا مع بعض، وليك معزه خاصه جدا عندي وبحبك جدا على المستوى الانساني، ومراتك حبيبتي وصاحبتي، مفيش حاجه. فلما الناس، اللي بيضحكني ان الناس اصلا بتيجي تقول لي، الناس قريبين، هلا هو انت اتجوزتي محمد رمضان؟ انت ضحكتيني لما يقولها بجد. بعض الزملاء يعني ممثلين بيسالوني وبيسالوني بجد، فيعني ايه ده حالة وانت كذا؟ لا بيخافوا يسالوني. لا بحسهم بيبصوا لي. ايوه بيبقوا عايزين يبصوا عليا ويبصوا عليكي. هل بيبصوا لبعض من بعيد؟ ايوه ايوه صح، ايوه صح، ايوه صح. فهي اشاعه طبعا يعني. طب اكتر فيلم حبيتيه، في اكتر فيلم مصري حبيتيه؟ افلام عادل امام، بس هقول لك في فيلم يعني بحبه قوي، ليه المنسي طبعا، بحبه جدا طبعا. الافلام اللي بحبها، وفي انت عايز فيلم واحد صح؟
هقول لك خمسه دلوقتي. انا استاذ عادل امام يعني المفروض يبقى ليه سؤال خاص لوحده. ايه اكتر طبعًا. فيلم بتحبه لفلان لعادل امام؟ ايه اكتر حاجه انت فخور بيها؟ اكتر حاجه انا فخور بيها والله ما كلام اني مصري حبيبي. ايوه اكتر حاجه طبعًا. انا فخور بيها احلى حاجه يعني اني اتولدت مصري. كان ممكن طبعًا. اطلع حاجه تانيه صح، بس مصري صح. هي او يعني عراقة وتاريخ طبعا. فتولدت بوزيشن يعني تولدت عامل كده طبعا حتى فرعوني اهو انت عملتها. دي حاجة حلوة. انا فخورة اني مصرية برضو. بنشكركم وانا احب نقول لكم ثقة في اللي انا جاه. استنوا حاجات ناجحة عظيمة ان شاء الله تعجبكم وتسليكم وتمتعكم في نفس الوقت. ان شاء الله يكون فيها رسالة برضو. معلش احلى رساله. واجمل انسان بجد محمد، وفنان جميل وانسان جميل، وانا بحبك جدا يا محمد شخصيا، وانبسطت ان اشتغلت معاك في زلزال. وانا كنت فخور جدا صافيه وزلزال يعني عمرهم ما هيتنسوا. وحققت شيء عظيم ان انا مثلت مع ممثله بحبها من مش من زمان قوي ولا ايوه انا هو ايوه صح صح. ميرسي ليكم.